ايه لسه مفيش زباين برضو ولا ايه؟ لا مفيش زباين ايه؟ ده المكان كان مليان، ده الناس كلها لسه ماشيه حالا، شاف كمان والله العظيم. بس احنا يعني زي ما تقول في بريك، بنحضر نفسنا، الثلاجه فاضيه ولسه. اتفضل يا ادهم انت واقف ليه؟ اتفضلي يا اقعد. دلال في كلمتين عايز اتكلمهم معاكي، بس من فضلك بهدوء. بهدوء يا دلال. من هادية يا ادهم. أنا فعلا مش قادر، جوايا إحساسين عكس بعض، عقلي بيقول لي إن العلاقة دي مستحيل تكمل عشان في اختلافات. مش قصدي طبعا إن أنت عنيدة ومتحيزة لرأيك، الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده، بس أنا كل يوم بيعدي بكتشف إن الاختلافات بيننا كتير جدا. في نفس الوقت قلبي متعلق بيكي، أنا بنبسط وأنا معاكي، بس عارف إن مفيش حد بيتغير عشان حد. عشان كده شايف ان العلاقه دي صعب تكمل، لان الاختلافات دي ممكن تقتل الحب. دلال انا بقول لك انا مش قادر اكمل في العلاقه دي. سمعتك يا ادهم. انا بس كنت عايزه افكرك بحاجه بسيطه كده. فاكر انت عملت ايه علشان تتعرف عليا؟ علشان مجرد بس تلفت نظري؟ عموما انا شايفه ان انت تعبت نفسك قوي علشان تيجي تقول لي الكلمتين دول. كان ممكن تقولهم لي فويس نوت على فكره. معلش يا ادهم انا مضطره اقوم، زي ما بقول لك كده احنا في بريك والثلاجه فاضيه ولازم يعني املى الثلاجه. ادخل يا باب. انت عاجبك اللي بيعمله الواد سيف ده؟ ده بقى قليل الادب قوي، تصرفاته غريبه كده، وبيسمع اغاني غريبه ويقول كلام انا مش فاهم منه حاجه. هو اتعلم الكلام ده منين؟ ما تقلقش يا بابي، انا هروح معاه بكره المدرسه وافهم الموضوع بالظبط ايه، وهم يبقوش بياخدوا فلوس قد كده وتبقى هي دي النتيجه. يعني يا مالها المدرسه، احنا اللي سايبينه قدام الموبايل طول النهار وادي النتيجه. يعني ايه المدرسه مالها؟ المدرسه طبعا ليها دور كبير جدا، مش بتاخد فلوس قد كده تعمل بيهم بقى. طيب ماشي، بس انت قلع دبله ليه؟ ده موضوع كده مش عايزه اتكلم فيه دلوقتي، ممكن ابقى احكيه لك بعدين. ايه ايه اللي حصل؟ بصراحه ادهم بقى مزعج جدا، بقى عندنا كده اختلافات في وجهات النظر واللايف ستايل بقت مختلفه جدا، ده غير ان هو طريقته كده بقت غريبه كده، بقى عنادي ومصر كل حاجه يعملها على مزاجه وعلى دماغه هو. وبعدين انا بقى لي فتره طويله جدا انا مسكت خطوبتي النهارده. راحتك، يعني انا مربيكي على انك تتصرفي في حياتك زي ما انت عاوزه، بس انا شايف الولد ممتاز، ممكن يعني نديله فرصه تانية. فرصه تانية ايه يا بابا اللي انت بقول لك نهايه الموضوع؟ بقول لك مختلفين في وجهات النظر، مختلفين في وجهه العلاقه انتهت يا بابي. خلاص 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 ماشي، براحتك براحتك. يعني لو عاوزاني اتدخل يعني نقرب وجهات النظر. لا يا حبيبي انا يعني بعد اذن حضرتك ما تتدخلش في اي حاجه، سيب لي الموضوع ده انا المره دي اتصرف فيه، ولا لو حبيت ارجعه هقدر ارجعه بمنتهى السهوله. انت ربنا يهديكي، مش عارفين فين الخير. Ha ha ha!